فكرت نبدا بالطحال شويه. اليوم نحن نتواجد هنا ضمن ساكنة بلدية السيار لولاية خنشلة. قد تم توفير مجموعة من الأطباء الأخصائيين بالإضافة إلى كل التجهيزات المادية التي من شأنها أن تنجح العملية والتي لاقت القبول من طرف الساكنة، وعلى أمل أن تكون هناك خرجات ميدانية أخرى إن شاء الله مبرمجة عن قريب إن شاء الله.